بونسوار مي شيغ زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك غادي نخدم معاكم النموذج الثالث ديال الامتحان. خدمنا النموذج الاول، خدمنا النموذج الثاني، دونك دابا غادي نشوفو النموذج الثالث، يعني اللي داخلين فيه دروس الاخرين. يعني في النموذج الاول هو فين كان عندنا لو بيوس وكان عندنا لا كوز، المهم الدروس الاولين. دابا الكماله، يعني كل مره غادي نعطيكم نموذج من الفرد الثالث هكا، يعني قبل الامتحان بالنسبه اللي باقي الامتحان بعيد، باش تكونوا شفتوا النماذج كاملين. حيت كاين يلاه كنحط الامتحان كيقول لك هذا يلاه درناه البارح، ولا هذه خساره ما شفتوش، دونك قلت انا نسبق من دابا كل مره تشوفوا حاجه. دونك نشوفوا التاكس ديالنا، التاكس يعني خسارات بعدا فيه غير شويه باش هكا نقدروا نقراوه كامل وما ياخذش لينا الوقت. لو بير جاك ان فيياغ دو 60 طون، يعني لو بير جاك الاب جاك، يعني جاك اسم، فيياغ عجوز دو 60 طون يعني دو 60 سنه، Aller au marché pour vendre ses œufs. Il n'aime le marché, les œufs d'ial ou et ses poules ou djaj d'ial. Avec l'argent, il achèterait du pain ou le flous l'irbeh. Il achèterait du pain frais et du tabac. Il était content de son mât, content de son travail et heureux de vivre. Ou farhan, moui, aïch bekhir farhan. يعني كيبينوا هنايا عطاونا بحال الريزومي هنا لا سيتياسيون ستابل، كيبينوا لا ستابيليتي، كيمشي كيبيع، كيمشي يشري داكشي اللي ياكل بيه، وغادا حياته بحال هكا يعني مستمره، عايش يعني اوغو فرحان. سودان فجأة، يعني هنا تقلبات الحياة ديالو، غادي ترى ملي كنديرو سودان يعني واحد ليفينمون اناتوندو، يعني انديكاتور اللي كي انونس الشونجمون ديال القصة. سودان اون شاغيت تيغي باغ دو شيفو، واحد الشاغيت يعني كروسة جارينا جوج ديال لي شيفو يعني جوج ديال العودان، سورجي ا توت اولور، حتى فجأة سورجي يعني ظهرات خرجات قدام واحد الشاغيط بكل السرعة ديالها، يعني فيتيس ا توت اولور، غونفيرسا لو بير جاك يعني قلباتو يعني ضرباتو، طاح غولا سور سون كور يعني تلواتلو على الجسم ديالو، اي سي موبيليزا يعني وبقى بحال هكاك واحلين. Elle commença à écraser, يعني هاد لا شاغيط بدات كتكرازي سي جامب، يعني كتلصق له في رجليه، يعني توركات عليه بالجهد، اي سون فونسا، يعني رجلو دخلت تحت لي جامب دي، يعني الكروسه دخلت لي جامب، دون لا تيغ مويي، في الارض كانت فازقه، بار لا بلوي دو لا فيي، يعني بالشتا اللي صبات الامس. لو بير جاك الي مورير لونتومون، يعني غادي يموت بشويه، يعني هذاك مي سيغمون، يعني راه سيغمون يعني بالتاكيد راه يموت، يموت يعني غير هو يموت بشويه، يعني راه ما كاينش اللي غادي يعتقو، وبديك الطريقه اللي تهضات عليه غادي يموت. اوغوزمون لحسن الحظ مسيو مادلين كي باسي بار لا، يعني واحد الراجل دايس سميتو مادلين باسي بار لا كان ديز من تماك، اي كي افي اسيستي على اكسيدون وكان حاضر لهاد لاكسيدون هادي، بليا لي جونو يعني بليا لي جونو ركب يعني طوال ركبيه اون تراسو لا شاريت دخل تحت، يعني حنا دخل باش يجبدو يعتقو، اي بون دون توت سي موسكل لا سولوفا، يعني بكاع الجهد ديالو لا سولوفا، يعني هز داك الشاريت رفع هزه شويه باش يجرو، لا بوسا دو كوتي يعني كحزو شويه، اي اي دا لو بير جاك ا سو ريليفي، يعني وساعدو باش سو ريليفي باش ينوض يتهز داك سو اس. لو فيايار ايتي تو اورو car il était sain et sauf. هذاك سان فيها ا يعني هو فرحان حيت هو سان يعني سليم، اي سوف يعني ما طرالو حتى شي حاجه. دونك هذه عندنا لا فان، ولكن القصه يعني باختصار عطاونا لي زيتاب ديالها. دونك هنا دابا نشوفوا لي كيسيون ديال لا كومبريونسيون. دونك هنا بالنسبه ل كيسيون دو كومبريونسيون كومبليتي لو طابلو سويفون، هنا غادي نشوفوا لوتور، غادي نرجعوا لا سورس مصدر ديال النص هذاك اللي عندكم مكتوب بالغوز، فيكتور هيغو يعني شكون كتب هذا التكست هذا هاد لا نوفيل، دونك هاد القصه فيكتور هيغو كاتب، لا سورس المصدر لي ميزيرابل يعني المصدر منين خداو لينا هاد القصه، خداوها يعني العنوان ديال القصه منين هاد التكست هذا، خداو من القصه ديال لي ميزيرابل. ايرون شكون هو البطل يعني اللي نقد هذاك لو بير جاك، يعني البطل يعني بداك العمل اللي دار، دونك مادلين، وعندنا البيرسوناج سيكوندير لو بير جاك. ريبوندي بار فري او فو، غادي نجاوب فري او فو على حسب شنو فهمنا من النص. مادلين سوف جاك، واش مادلين داك الراجل اللي كان دايس واش نقد جاك،
فغي؟ قالوا لنا راه نقدو جاك صوف مادلين. واش جاك هو اللي نقد مادلين؟ فو، راه مادلين اللي نقد، يعني ماشي جاك. جاك هو داك الراجل العجوز اللي كان طايح. لا شاغيت اكراز لي بيي دو جاك، واش يعني اكراز لي بيي دو جاك؟ لا ريبونس فو، قالنا اكراز لي جومب. مادلين سوليف لا شاغيت، واش مادلين قدر انه يهز هذاك لا شاغيت؟ فغي. كيسيون 3، كاريفغيتيل او بير جاك سي مادلين نو باسي بار لا؟ قال لك كاريفغيتيل، اش كان غادي يوقع لو بير جاك سي مادلين، اذا مادلين يعني ما كانش داز من تما، شنو كان غادي يوقع ليه؟ دونك بيان سور غنقولوا انه كان غادي يبقى حتى غادي يموت، يعني سو لا شاغيت، يعني تحت لا شاغيت. دونك هنا سي مادلين نو باسي بار لا، كما كانش مادلين انه داز من تما، شنو كان غادي يوقع؟ دونك من خلال اللي فهمنا من النص، ان الا ما كان يعني سي مادلين نو باسي با بار لا، لو بير جاك ايري موري، يعني كان غادي يموت. ديجا هما في التكست قالوا لينا انه غادي يموت سيغمون. لا كيستيون 4، كيل ليفيلمون تريست كي شونجي لا في دو بير جاك؟ شنو هو الحدث الحزين اللي وقع اللي بدل الحياه ديال لو بير جاك؟ يعني كان فرحان كيمشي للسوق كيبيع، دونك شنو وقع؟ يعني الحدث الحزين اللي وقع ليه. دونك هنا اون شاغيت لو رونفيرسا، يعني قلباتو، اي رولا سور سون كور، يعني تلوت له على الكور ديالو. هنا كيلي لاج دو بير جاك؟ السن ديالو 60 طون، 60 سنه. غنشوفو دابا الكيستيون ديال لونغ، كومبليتي لو طابلو ا بارتير دو تيكست، غنملؤو هاد لو طابلو هذا من خلال النص. غادي نشوفو شنو كونجونكسيون دو كورديناسيون، غنشوفو شنو هما الادوات ديال كورديناسيون. كتذكر لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، عندنا مي، عندنا كار، عندنا اي، عندنا او، عندنا اور و ني. دونك هادو كي سو كي ليكسبريم، كل كونجونكسيون غادي نقولو عليها اش كتعبر. كاين الاي مثلا، كاين كار كتعبر، مثلا هذه اللي عندنا هنايا كار. لو فيير ايتي تو اورو كار اي ايتي سان اي سون. دونك كار كتعبر على ايش؟ على لا كوز، سبب. عندنا مثلا دونك كتعبر على الكونسيكونس، مي على لوبوزيسيون. اذا عطيت المويه وقلت على ايش كتعبر ليا. كوردوني لي دو بروبوزيسيون بور اكسبريمي لا كوز. اذا غادي نلي، غادي نربط هاد جوج ديال لي بروبوزيسيون، يعني بروبوزيسيون برينسيبال وبروبوزيسيون سوبوردوني، باش ندير واحد لا كوز، جمله فيها السبب، باش بالاداه ديال سي باسكو كو، راه عطاونا المويان. دونك عندنا هنا il n'a pas vu la charrette، ما شافش لا شاريت. لو بير جاك ايتي تري فيو. اذا انا غنقلب على فين هي البرينسيبال وفين هو السبب ديالها، وعاد ندير الاداه اللي هي سي باسكو كو. اذا لا فراز غتجي بحال هكا، سي باسكو لو بير جاك ايتي فيو، سي باسكو. دابا هاد المويان جديده، يعني ما كتستعملش، ماشي جديده، ما كتستعملش بزاف، كتعرفوا نتوما غير اغلبيه باسكو، ولكن هاد المويان راه فيها سي باسكو وعاد عندنا كو، يعني غتكون شي حاجه الوسط. اذا غتجي لا فراز كيما عطيتكم. دونك هاديك سي باسكو الاولى، يعني كنقسموها سي باسكو كتمشي مع سو بروبوزيسيون، وكو كتبقى لينا مع بروبوزيسيون. دونك جات سي باسكو، قسمنا سي باسكو لو بير جاك ايتي تري فيو، حيت لو بير جاك ايتي تري فيو كيل نا با فيو لا شاريت، يعني حيت هو فيو باش انه ما شافش لا شاريت. ولكن كون كانت عندنا غير كار ولا باسكو عاديه، ما كانش لا فراز غتجي بحال هكا، يعني كانت غتجي بطريقه اخرى. دونك هنايا سي باسكو كتجي مع بروبوزيسيون، وكو كتجي مع بروبوزيسيون. يعني غنسول انا il n'a pas vu la charrette، غنطرح السؤال باش نقلب على لا كوز، بوركوا il n'a pas vu la charrette، علاش ما لقاش، علاش ما شافش هاد لا شاريت هادي؟ غنجاوبو غنقولو باسكو لي مثلا فيو، حيت عجوز وما بانتش لي وما شافهاش وهادي. ولكن دابا قلبنا، ملي كتكون هاد سي باسكو هي ما كتكونش بزاف، ولكن ملي غادي نبقى نخدمها معكم هاد سي باسكو في الجمل باش تشوفوا كيفاش كتخدم، يعني طريقتها شويه مختلفه. دونك هنا نشوفو اون اوتر كيسيون، كوردوني لي دو بروبوزيسيون، يعني غادي نلي غادي نربط هاد جوج ديال الجمل بوغ اكسبريمي لا كونسيكونس، باش نعبر على لا كونسيكونس. هذا الدرس اخر درس كاين عندكم في الكتاب بالنسبه للباركور، كاين حتى بالنسبه للباس غير الدرس هذا، الكونسيكونس هي النتيجه. دونك هذيك هي الاداه ديالو. دونك هنا نشوفو لو بير جاك ايتي فيو، لو بير جاك ايتي فيو، انا كنقلب على الجمله وفين هي النتيجه ديالها. il n'a pas vu la charrette، نفس الجمله ولكن دابا غادي نقلبوها باش تعطيني النتيجه. اذا نديروها بحال هكا، لو بير جاك ايتي سي فيو
qui n'a pas vu la charrette. يعني لو بير جاك انه فيو اذا دونك يعني النتيجه ما شافش لا شارات النتيجه ديال انه عجوز ما شافش لا شارات هذه الكونسيكونس اذا هنا كيف ما كشفتوا عندنا السي كاتب لينا في القاعده سي بلس ادجكتيف اذا هذاك السي كتجي في الوسط سي كو المويان هي سي كو ولكن داك سي كو ما ملاصقاش سي كو بعدا كيجي لادجكتيف في الوسط المهم لا كونسيكونس هذا نخدموا معكم وغادي نوريكم الطريقه كيفاش و لي مود هنا غادي نربطوا هاد جوج ديال لي فراز باش نعبروا على لو بيت الهدف وعطاونا المويه هي اللي درت لكم اطار بالزرق افان دو اذا هذه هي لا فراز مادلين سولوفا لا شاريت نفس لا فراز il souleva il sauva le père jacques اذا انا نقلب فين هي الجمله والهدف ديالها يعني هنا عندنا مادلين دار واحد لاكسيون علاش من اجل شنو شنو الهدف مادلين سولوفا لا شاريت ندخل الهدف المويه افان دو سوفي درت سوفي علاش سوفي سوفي في الانفينيتيف سوفي ديما كيتبعها فيرب في الانفينيتيف افان دو كيتبعها فيرب في الانفينيتيف افان دو بلس انفينيتيف اذا داك سوفي رجعتو ما مصرفش كونجوغي لو فيرب اونتر بارونتيز او طون كي كونفيان هنا غادي نصرفوا هذا الفيرب هذا اللي عندنا اونتر بارونتيز في لو طون كي كونفيان ديما كيعطيونا مثلا لامبارفي ولا الباسي سامبل وما كنعرفوش فاش غنصرفوهم قلت لكم ديجا كتكونوا قاريين الدرس ديال لي فالور كتعرفوا تصرفوا هذوك لي فالور انا ديجا خادماهم معاكم دونك ديجا دايراهم دي كو مادلين افي سولوفي لا شاريت عندنا ايل ايدي دونك هنايا عندنا ساعد شي واحد ملي كيساعد مثلا الا كانت قصه في الباسي دونك ايدي ما كياخذش وقت يعني انه مساعدو بالضربه هادو من بين لي زيفالمون لي بيغ بيسي دونك il aida le père Jacques à se relever دونك سي قلنا ديجا اس بالنسبه لهاد الدروس كاملين راه كنولي نعاود نحطهم لكم في الفيسبوك وبالنسبه للباج ديال الفيسبوك كنخلي لكم ديما ليان في صندوق الوصف